تاني why do not أسمع؟ أسمع. طب قانون الشغل بقى يبقى في بي كده في او مش كده الواقع بكام بيقول لي ان هو عنده الارض وهو عايز يقطع الشغل ده منين زي ايه الكلام ده سي تجديد واجيب الفي من هنا الواقع ارض فانسي ساين ارض زي ساين الواقع فانسي نيجاتيف 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 من المحاور حد الارض نيجاتيف ايوه نص زائد ارض بس كده نص نص مش عارف ليه نص ولا نص ارض نص ارض زائد ارض ولا ما ارض زي سيتا بلس ار وكلهم تحت عشان كلهم تحت الحته دي كام؟ عشان الحته اللي انا مش عارف اعمل ده دي كام؟ ارض خمسه الحته دي كام؟ يبقى الحته دي كلها على بعض كام؟ فار ها؟ زاد ارض خمسه بس دي تحت المحور وحطوا كلها في مكان كبير وحطوا كام ايه؟ ايه يا باشمهندس تمام؟ كام؟ جيب الفي من القانون ده الفي نوت القانون ده جيب الفي نوت ايه؟ القانون ده مش هيبدا من هنا حطيت الارض زيرو تعمل ايه؟ اطلع فوق اطلع تعمل فيه فيه قانوني فوق تعمل فيه 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 مين؟ فيه السرعة دي هي سرعة الكرة ايه موزين مستاج لما تسيب الوقت وقت سرعة تطلب ليه؟ السرعة يبقى دي انا معرفة جيرها ولا لا؟ معرفة جيرها طب الارفع مكتب مكملت السيتو يا مكتب بقيت السيتو زود اطلع اخدت اسمها دي كم سرعة هي دي زاوية أفضل والأفضل دي تساوي سيدة ولا لا؟ هتساوي النجم يعني لو كنت مثلا 34 ده بيحتاج 35 مش معنى لما بتحكي حاجة فوق أصلا مجرد كده أصلا سيدة وكده أصلا مجرد يبقى الرقم اللي هيطلع من هنا لازم تعكسه لأن القصد النسبي لا تقول عن جازي لو انت بتحكي الكورة كده او بتحكي الكورة كده او بتحكي الكورة كده لو بتحكي الكورة كده سنة الأصفر الأصفر تحكي الكورة صح لنا تفتوه فوق لو بتحكي الحاجة وفقية يبقى الأصفر كده ما زيرو لو انت واقف في التلفون بتحكي الحاجة كده نيت طيب جاكسة مع كم من الأربعة؟ ثلاثة ثلاثة عوض؟ إن شاء الله في مين؟ إكس إكس بعد الأجيب الإكس يبقى الإكس يبقى كده المستوى لا أزود عليها أول أنقص منها الله أزود 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 عليها نص اللي هي اللي هي لا من المحاور لحد الحته اللي فوق كده الحته دي هي مين؟ اكس اكس انا مكتشف ان الدور في الاكس وبعد ما في الاكس بتتكلم على مين؟ الحته كم بقى الحته دي؟ نص اربس اربس يا دكتور اربس هي مش موعدش عند اخر الكرة مش هتجيب نص ده طيب مسألة كده تسألة صامة حتى يا سيسان جرمة مسألة مهكيلة مهكيلة ازاي يذكر كم تجمع سرعة كام ايه هات ال اربعة هات المسافة مين ال بس كده ما زالت ايه
السبرينج ده بري كومبريشن عن طريق حفل ايه؟ هديك الشمس كل حفل حطلها الطوبة هنا هقول لك معامل الاحتكاك ده بتاع المستوى يا اما هقول لك عايز تسخن المستوى ده لما هيوصل هتلاقيها فيها انبوبة انبوبة ايه؟ الانبوبة دي مش الأنبوبة المعادلة بتاعتها y بتساوي function x ده دي لو أنا عندي جمع لو أنا عندي جمع هتساوي ax cubed plus dx متطور x برميل تحت لهم صحيح ثلاث اربع استوانا كمان ملدي حضرتك غير مطلوب طيب دي مش مسألة اصلا ايوه الجبن العراق شايف في حفل بتاع سبرينجا هتديك في الشكل ده في حفل كمان الحفل ده كان مفروض تخرج عشان المفهوم ايوه حاول طبعا الكرة فين الكرة فين ثم تدخل الابواب الثالثه مرات بعدين ثم تمشي هل تريد ان تكون هناك أول حاجة هنا أول خدعة إن السبرينج هنا فيه كومبريسور كام الفرصة بتاعة السبرينج لو اشتغلت في الحالة دي 20 مليون؟ جيب السبرينج برضه حنين جيب يبقى كام ضغط السبرينج 40 من الفرصة بتاعة ضغط السبرينج اللي أنت تعرف تحسب مين؟ إكس واحد من إكس واحد الإنفورميشن بتاعة السبرينج في الحالة دي الأولى لما الحمل ده هيتوزع السبرينج ده هيحصل إيه؟ أربعة صح ولا لا؟ هتطبع الوضع كل أنرجي الوضع واحد في الوضع الاثنين مفهوم؟ هتعرف تحسب بسرعة الأنبوبة العظيمة اللي قدامكم دي ولا ليها أي لازمة؟ أنا ليه؟ البداية فاينل وينيشن الصفحة وأنا باخد الفاينل وينيشن هتلاقي في الرسمة هعمل حاجة زي مخرج الانبوبه الاثنين على نفس المستوى لو انا قلت لك الاثنين على نفس المستوى يبقى الكره لما تخش هنا سرعه 5 هتخرج من هنا سرعه كام؟ 5 لما السطح مايلوت 5 لان اثناء الحركه دي الوحيد اللي هيكفي الشغل الوزن قوه الوزن بقوه ايه؟ محافظه محافظه هل تعتمد على المسار؟ لا لا عشان كده معاك في الانبوبه ولا واي فانكشن في مين؟ هل الكلام ده يفرق معاك؟ الكلام ده معاك بص ليه؟ عشان يعيبها اكتر من الحلو. واو. لكن الكلام ده لو انت فاهم مفيش حلو واحد. ده مثلا ده اساسا الشغل اللي لا يعتمد على مصر. صح ولا لا؟ طيب يبقى هنا لو احنا كنا خمسه هنخرج من هنا كام؟ خمسه. والكوره هتبقى ماشيه ماشيه ماشيه. عشان اجيب اي اخطاء صح كده هنعمل ايه؟ نقوم حاطين الكوره كده على اي وضع. ونسمي الزاوية دي زاوية مين بقى؟ ونجيب علامة نعمل الشغل اللي عملناه في المسألة دي اللي هو ايه؟ هما خطوتين أساسيتين نجيب الـ V الخطوة الأولى لما أحسب سرعة الكورة هنا بدلالة مين؟ ثيتا ثيتا إيه الخطوة التانية؟ أحسب الـ R اللي أنا أجيب رد الفعل في نفس المكان عند الزاوية اسمها مين؟ ثيتا هل أول حاجة عبقرية يقول لك إيه؟ لا أصل الكورة مش هتسيب السطح هنا مستحيل
تربوع في السطح فوق يا رب شيف لها بتدرب متغير عام ومتغير ايه فيتا مفهوم ولا لا بعد ما تحل المسألة كلها هتجرب فيتا وتجيب الار فالفانكشن فيتا تعمل ايه تطلع الار بكام زيرو تطلع فوق الكرة ايه يا حتة؟ ده عامل شوك بسرعة الايه؟ الايه؟ سبرينج سبرينج لو الفورس بتاع الحبل لو تنشف الحبل 20 والمسافة دي كام؟ 10 متر ب 10 متر في 2 متر والكيل بتاعت السبرينج ب 50 كم كلمة؟ وصلت على الاستراكس ولا فيش؟ عارف كنت بتعمل كده عارف ان كده اسمع عايز تجيب بسرعه فوق صح بالله اطبق القانون ده شو في واحد في واحد تساوي في اتنين في اتنين ما شاء الله كم بقى الحركه فوق في البدايه زيرو بلس التنشن ام جي صفر هنحاول نجيبها معاك بلس السبرينج هاف كي كي حاجه بديها لك كم بقى الاكس هتجيبها منين ان الفرصه بتاعت السبرينج بتساوي كام اكس؟ كام الفرصه في السبرينج؟ 40 انا بقول لك الشكل في الحبل كام؟ 20 في حبلين يعني كام؟ 40 دي الفرصه يبقى المفروض انا عندي ان الفرصه بتساوي كام اكس؟ يبقى 40 هتساوي كام الاكس؟ يبقى الاكس دي وقتها هتساوي كام؟ 40 40 ها؟ على مين؟ على الكي واوعى تشطب الكي على الكي لان الرد بتاعنا هو سكوير هيساوي تي 2 اللي هي السرعه بتاعت التي 2 اللي انا عايز اجيبها اللي هي تبقى اه ام تي سكوير بلس كم البوتنشال على نص الاثنين؟ ام جي اتش يبقى بين ام وجي اتش اللي هو كام؟ هيبقى 10 ساين 30 بلس هاف كي في زيرو سكوير اشمعنى السبرينج في الحلقه دي بقى زيرو؟ مش سبرينج فوكس خلاص خدت ولا مش ده كده جبت السرعة كامل السرعة خد عايز طبعا ناخد دلوقتي طيب الامتحان عشان كده سؤال سؤال عشان حاجة زي كده بس نجرب بقى وهجيلك فيها كم مرة؟ واحد عايزين أكتر؟ أه أه لما تجيب أحسن ولا أحسن؟ أحسن أه هتقولهم مطالبين يا دكتور بس مطالب من اللي قبلي مش من اللي بعد أنا بجرب المسألة دي أنا مطالبين كتيرة عشان تعرف تشتغل حاجة كانت احتمال التحديد أنا لسه الامتحان ما اتقالش اللي هيجيلك في أول مطلوب يقول لك بغض النظر عن الفقرة اللي قبلها اعتبر إن مش عارف لغاية كده وكمل نعم المطلوب الاول هو ان يكون السرعه كام المطلوب الثاني هو ان افترض ان السرعه هنا سبعه ثم يبدو السرعه كام لما اقول لك افترض ان السرعه سبعه هل معنى كده ان زياده المطلوب الاول هي سبعه؟ لا بس انا اكيد عارف اعمل ايه؟ انا بحاول انقص الناس اللي هي ايه؟ ارقام على بعض في ناس بتبدا المساله من اولها ايه؟ غلط بسبب انت متخيل ان لو المسألة دي المفروض تطلع بسرعة عنها خمسة اللي بسرعة عنها خمسة هيقف في هي اللي قبل دي تخيل هو عمل ايه؟ جاب السرعة عنها خمسة جابها ايه؟ 50 صح؟ ما تطلع بسرعة طبعا معناه ان السرعة الخمسة دي ممكن تديك احتمال كبير عارف ايه هو؟ ان هي ما توصلش اصلا تقف تحت المسرعة ده كده من ضعيف تخلف فتقف تحت بحيث ان الكرة دي ما تخرجش السطح عارفين ان الكرة دي مش هو ازاي؟ لما تيجي تعوض عن الضغط زيرو ما يطلعش زيرو تطلع الديزاين اكبر من الواحد في تخيلية دايما الحاجات الغريبة كانت صورة في الكرة دي بقى بلاش اديك حل تاني المسألة دي مش الحل ده من المسألة الرابعة فيها مشكلة؟
في تركه في المدرسه هو بالعقل. انا لو حضرت الكوره دي مثلا مفتوحه على اربعه هتحط تحت الماتش هتكمل في ستريت بعد مين مش هتمشي اساسا على الصف. كده ما حصلت الصف من بي اول نقطه وانت بتكلم مثلا صغيرة
الفيرب اللي كان موجود لا تقطع كان عباره عن ايه؟ عربيه ماشيه في سرعه 120 تمام؟ دخلت في تريلا ودخلت في ايه؟ تريلا والله كان اشياء تريلا ماشي تفتكروا التصادم دخلت سرعه قد ايه؟ ثانيه مفيش صح ولا لا؟ خلاص نتيجه التصادم ده او نتيجه الخطا اللي هي 20 ساعه Impulse.